السلام عليكم، كيف الاحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيه لابلاك اللي خديت، لان العديد من الاخوان كانوا طلبوها مني في التعاليق، وايضا بالاضافه للمشاركه ديال لابلاك ديالي غادي نعطيكم القياسات اللي كيكونوا في هذه الانواع ديال لي بلاك، وكيفاش تاخذوا هذه القياسات هذه، وايضا الطريقه الصحيحه اللي كنكونكاستريو بها لابلاك في المطبخ ديالنا. المهم الاخوان، هذا الفيديو تبعوه من الاول حتى الاخر، لان فعلا فيه معلومات اللي هي مهمه بزاف وغادي تنفعكم، وضروري خصكم تكونوا عارفينها. هذا هو الاهم، يعني هاد المعلومات اللي بغيت نعطيها في هذا الفيديو ما خصنيش شي واحد كيشوف القناه ديال سميرة ديكور وما يكونش عارفها، باش ما يوقعش في عده اخطاء اللي يمكن نتفاداوها. المهم كما قلت لكم الفيديو مهم بزاف بزاف، تابعوا الى الاخير، وقبل ما نبدا معكم هبطوا لتحت عملوا واحد لايك وبارطاجيو هذا الفيديو ايضا مع الاهل والاصدقاء باش ناس اخرين يستافدوا. واول حاجه غادي نشارك معكم هي لابلاك اللي خديت. بالنسبه لهاد البلاك كما كتشوفوا معايا الماركه ديال كاندي بحال الفران، القياس ديالها 52 سنتيمتر على 90 سنتيمتر كما كتشوفوا معايا، خمسه ديال المجامر. بالنسبه للثمن اللي خديت بهاد لابلاك ما بقيتش عاقله بالضبط، تقريبا 3100 درهم. بالنسبه للاخوه اللي غادي يسولوني واش خرجت لك مزيانه، خصوصا اني 4 شهور وانا كنستعملها، هاد النوع اللي خديت انا الجوده ديالو متوسطه، يعني راه ماشي هودكا وماشي النوع اللي هو ايكونومي رخيص، ولكن على العموم راه هي خرجت ممتازه، وانا غنشارك معكم في هذا الفيديو يعني مجموعه ديال الامتيازات ديالها. كاينه الانواع اللي هي هوت غام راه نتوما كتعرفوها بحال بوش فرون، غير هو الثمن ديالها كيكون زايد تقريبا الدبل ديال هذا الثمن، يعني بين 600 حتى 650 درهم، وخصوصا في هذا القياس هذا، يعني هذا القياس الكبير ديال 90 سنتيمتر. دابا غادي نقربكم اكثر من هاد لابلاك. كما كتشوفوا معايا حتى بالنسبه للمجمر ديالها راه نوعيه مزيانه بزاف، تقال، يعني ملي كتهزهم كتحس بهم تقالين مسطحين. هاد النوع اللي مسطح كيكون زوين باش ما كتحط عليه واحد الطنجره ما كتكونش كتزلق، يعني مسطحين وتقالين كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للسباس اللي كاين بين المجمر هو السباس مزيان كافي، وهذا السبب اللي غادي يخليني نقول لكم حاولوا ما امكن اذا كانت عندكم الكوزينه كبيره بطبيعه الحال تاخذوا لابلاك اللي القياس ديالها 90 سنتيم، يعني كتخدموا فيها مرتاحين، يعني ملي كتحط واحد الاناء هنايا وكتحط اناء اخر هنا واناء اخر هنا، يعني كتخدم بهم في نفس الوقت، ما كيكونش عندك واحد التزاحم فوق هاد لابلاك هادي. وايضا بالنسبه لهاد لابلاك كما كتشوفوا معايا عندها هاد ترموكوبل كما كيبان لكم، ها هو كيتسمى ايضا حساس الامان. بالنسبه للي بلاك الاخوان مهم بزاف هاد الترموكوبل، ضروري تاخذوا لابلاك يكون عندها. هذا بالنسبه ديال البريكار نتوما عارفينه اللي كيشعل العافيه. الدور ديال هاد حساس الامان او الترموكوبل انه مثلا اذا فضلك الحليب كانت العافيه شاعله وكنتي انت بعيد على البوطه وهذاك الحليب فاض وطفالك العافيه وبقى غير الغاز بوحدو كيتسرب، بالنسبه لهاد حساس الامان ملي كيبرد لان العافيه طفات بطبيعه الحال ما يبقى سخون، ملي كيبرد اوتوماتيكمو كيعرف بان راه هذاك العافيه ما بقاتش شاعله يعني طفات، هو اوتوماتيكمو كيحبس هذاك الغاز، يعني مهم بزاف انه يكون في لابلاك. وايضا غادي نوضح لكم نقطه واحده اخرى، هي بالنسبه لهاد لي بلاك وخصوصا النوع اللي كيكون بطبيعه الحال متوسط والنوع اللي كيكون جيد وممتاز، خص تكون هاد الصفيحه هادي تكون ديال الانوكس ماشي ديال الحديد. وباش تاكدوا من هاد القضيه ملي تكونوا غادي للمحلات باش تاخذوا هاد النوع ديال لي بلاك، خذوا معكم المغناطيس، وانتم عارفين الطريقه ديال المغناطيس كتخليك تاكد واش هاد الصفيحه ديال الحديد اولا ديال انوكس. بالنسبه للنوع اللي كيكون رخيص ايكونومي، يعني كيكون الثمن ديالو ابتداء من 700 900 درهم حتى 1500 درهم، هذاك النوع الصفيحه ديالو ما كتكونش 100% ديال الانوكس، كيكون فيها الحديد. اما بالنسبه لهاد الانواع اللي كيكون الثمن ديالها ابتداء من 2000 درهم الفوق راه كتكون ديال الانوكس. بالنسبه لهاد المفاتيح اللي عندي في لابلاك انا راه ديال البلاستيك ماشي ديال الانوكس، لان هذا النوع كما قلت لكم اللي خديت راه هو نوع متوسط ماشي هوت غام. بالنسبه للانواع اللي هي هوت غام اللي كيكون الثمن ديالها اكثر من 5000 درهم، هاد المفاتيح هادو راه كيكونوا حتى هما ديال الانوكس.
دابا غادي نوضح لكم واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف بزاف، ضروري الاخوان تردوا معاها البال. هي بالنسبه للرخيمين اللي كيعدل لك الرخام المطبخ ديالك وكيونكاستري لك هاد البوطه، ضروري يدير لك في الجوانب ديالها يسدهم بالسيليكون، حيت كاينه مجموعه ديال الصنايعيه كيقولوا الموالين الدار لا داعي انكم ديروا السيليكون. هنا ما كيدير لهمش السيليكون، كيقول لهم باش البوطه غير نحطوها في هذيك الفتحه ومنين بغيو ننظفوها نحيدوها ونمسحو، يعني ننظفو تحت منها ونرجعوها. انا كنقول لكم لا، ضروري ديروا السيليكون. وبالنسبه للتنظيف ديال هاد لابلاك من تحت، راه كما كتشوفوا معايا راه هاد البلاصه هذه راه هي مسدوده بالسيليكون، يعني الاوساخ ما كيدخلوش، يعني يكفي انك هاد لابلاك تنظف من الاماكن الخارجيه، تنظف من هاد البلاصه هذه اللي خارجه، ولكن راه ما كتدخل حتى حاجه من لتحت. انا كنحاول نقربكم، يعني ما كايناش شي بلاصه اللي غادي يدخل لي الاوساخ اللي غادي نضطروا حنايا نهزوا هاد لابلاك. وعلاش خصنا نسدوها بالسيليكون؟ لان ربما تهرق لك. انا راه وقعت لي، يعني كان عندي واحد الاناء عامر بالماء وتهرق لي هنايا في لابلاك وكيخرج الماء يعني حتى للجوانب. اذا ما كانش عندك هنا السيليكون مسدود، هذاك الماء غادي يهبط لك، غادي يهبط لك في هذاك الليجوان وهيهبط لتحت. يعني هاد النقطه هادي مهمه. واخا يقول لك المعلم لا بلا ما دير السيليكون باش تزول البوطه وتنظف، قول له لا، غير سدها لي بالسيليكون وتنظيف. راه حنا كننظفوا غير الجوانب اللي هي ظاهره، حتى حاجه الاوساخ ما كتدخل لداخل. ودابا نقطه واحده اخرى غادي نتكلم عليها وغادي نوضحها، هي المساله ديال القياسات ديال هاد لي بلاك. بالنسبه للقياسات ديال العرض، تقريبا راه موحدين جميع لي بلاك، يعني تقريبا بين 50 48 كيوصلوا حتى 53، يعني كاينه بين 48 حتى 53، يعني ما كانش شي فرق بيناتهم كثير. يعني يكفي البوطاجي يكون عندك فيه 65 او 62 في العرض ديالو سنتيمتر. انا عندي كيما كنت شاركت معكم عندي فيه 70 سنتيمتر، يعني يكفي يكون عندك 62 63 سنتيمتر، لاك راه غادي تجيك مزيانه من الناحيه ديال العرض. بالنسبه فين كاين الاختلاف، كاين الاختلاف في الطول ديال هاد لي بلاك. كاين النوع الصغير اللي كيكون فيه 4 ديال المجمر كيكون فيه 60 سنتيمتر، وكاين النوع اللي كيكون فيه 5 ديال المجمر ولكن ما كيكونش فيه 90 سنتيمتر، كيكون فيه غير 75 سنتيمتر، كيكون يعني من داخل كيكون ضيق شويه. وكاين هاد النوع اللي خديت انا اللي كيكون الطول ديالو 90 سنتيمتر. بالنسبه لهاد القياسات اللي عطيتكم، ماشي غادي تعتمدوا عليها باش تقطعوا هاد الرخام، هذا القياس اللي كيكون في الوجه ديال لابلاك، هذا الشيء اللي كيكون باين لكم، هاد البارتيه اللي كتكون باينه لكم هذا هو القياس اللي كتكون ديالها. اما القياس اللي كيقطع عليه مول رخام البوطه، راه كيكون القياس ديال لابلاك من تحت. ما عنديش كيفاش ندير نوريها لكم، ولكن راه سبق لي في واحد الفيديو كنت درت جوله في واحد المحل ووريتكم البلاصه اللي خصو المعلم ياخذ عليها القياس. كتكون البلاصه التحتانيه هي اللي كتخشى في وسط هذاك الحفره، هذيك البلاصه طبيعتها كتكون ناقصه بزاف على هاد الوجه ديالها، يعني كتكون اصغر. لهذا كنقول لكم يعني من الاحسن من يجي المعلم يقطع لكم البلاصه ديال لابلاك ديالكم، من الاحسن تكون عندكم يعني شارينها. بالنسبه للاخوان اللي غادي يقولوا لي ما نقدروش نشريوها ولكن خصنا المعلم يقطع لنا عليها، تقدروا تمشيو للمحل وتشوفوا لابلاك اللي بغيتو وتاخذوا معكم المترو، واذا كان مشى معكم المعلم غادي يكون احسن. يعني الرخيمي كنهضر على المعلم اللي غادي يقطع رخام باش ياخذ العبار اكزاكت ديال الجزء اللي كيكون تحتاني ديال لابلاك. اللي ما كيعرفش ياخذ القياس ما يقومش بهذه المهمه وتحمل المسؤوليه بوحده، يعني من الاحسن ياخذ معاه شي واحد اللي كيفهم وياخذ القياس مضبوط التحتاني. بالنسبه للاخوان اللي غيقولوا لي نخليو الرخامه بلا تقطع، يعني حتى نعدلوا الكوزينه ديالنا ونبغيو نشريو هاد لابلاك عاد نجيبو المعلم الرخيمي اللي يقطع لنا عليها، غادي نقول لكم غادي تكرفصوا بزاف. نهار اللي غتكونوا مسالين الدار ديالكم كامله وباغيين تسكنوا وعاد تجيبوا مولا الرخام انه يقطع لكم الرخامه ديال لابلاك، عرفتي الغبره كي كتكون، ما نقول لكمش، يعني غادي تكرفصوا. يعني انا كنفضل جوج حلول، الحل الاول تكون شاري لابلاك ديالك تخرج من باب واسعه تسبقها هي الاولى، الحل الثاني تاخذ معك المعلم اولا تكون انت كتضبط القياسات وتمشي تاخذ القياس الاكزاكت ديال الجزء السفلاني ديال لابلاك.
ونقطه واحده اخرى غادي نشير ليها، وحتى هاد النقطه راها مهمه بزاف بالنسبه للاخوان اللي كيبنيو الضاله ديال البوطاجي ديالو. دائما كيتسالوا واش حتى البناي خصو يخلي في الضاله القياس المضبوط ديال لابلاك اللي غادي يعملوا في المطبخ ديالهم. كنقول لهم انا لا، ماشي بالضروري. البناي من يجي يطلق الضاله ديالو يكفي انه يخلي في هذاك البلاصه تما، يخلي واحد القياس صغير تقريبا 40 على 40، هذاك القياس غير ملي كندوزو التيو ديال البوطاغاز، يعني ما كيخليش القياس ديال لابلاك. بالنسبه للقياس ديال لابلاك حتى كيجي مرخم، يعني مرخم اللي غادي يدير لك الرخام فوق هذاك الضاله اللي بنيتي، هذاك هو اللي خصو يكون عنده القياس المضبوط ديال هذاك لابلاك. ضروري تردوا معها البال هي ملي تكونوا كديروا انستالاسيون المطبخ ديالكم، ضروري هاد لابلاك ديروا له واحد البريز ما يكونش فوق طاوله العمل، يعني فوق البوطاجي ما يكونش هنا، يعني خصو يكون لتحت، يعني اونكاستري ما باينش، لان كما كتعرفوا بان هاد لي بلاك هادو راهما كيشعلوا اوتوماتيكمون، يعني كيشعلوا بالكهرباء كما غتشوفوا معايا. ها هي هذاك البريس كما قلت لكم راه كيكون تحت من البوطاجي، ما تنساوهش. ودابا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنساونيش من اللايك، من التعاليق الجميله ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وشكرا لكم بزاف بزاف اللي خطيكم عليا، وبسلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.